شاهدوا معنا في هذا الفيديو هذا المعارض المغربي الحر والذي يتساءل كيف يقارن الشعب الجزائري بالشعب المغربي. فالشعب الجزائري حر طليق يعيش الحرية، أما الشعب المغربي فهو ذليل يركع للملك ويحب تقبيل الأيدي والأرجل للملك وحاشيته. تابعوا الفيديو. شوف الكلاب، شوف 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 العبيد، شوف شوف هادو اللي كيتجدروا على الجزائر وكيوريو المواطنه للجزائر وكيوريو حقوق الانسان للجزائر وكيباغيين يقولوا للجزائر الحريات وباغيين يقولوا للجزائر الديمقراطيه وباغيين يربيوا الجزائر بهاد العبيد هادو. وشوف شوف دابا هاد العبيد هادو كيهضروا على الجزائر، غنشوف معايا دابا هاد العبد هذا. شوف انا ما عرفتش باللي انا ما كنقدرش نستوعب اخوتي المغاربه، والله اخوتي المغاربه وكاع المشاهدين اللي كتشاهدوا، انا ما كنقدرش نستوعب كيفاش هاد الناس عندهم الوجه علاش كيخرجوا به للاعلام، لا هادو ولا الابواق ديالهم ديال اليوتيوب عندهم الوجه ويخرجوا للاعلام ويقولوا صاحب الجلاله وحنايا غاديين في التقدم وحنايا سنهزم الجزائر والجزائر الكبرانات. ياك ولد العاهره، ياك ولد العاهره كتهضر على سيادك الجزائريين وشوف انت على حاله كتعيش، اللي اسيادك يا الكلب اللي كتعبدهم شوفوا كيف كيعاملهم سيدك محمد السادس، يركع دين مو ثلاثه د الركعات. وخصك تعرف باللي كلهم تما في وسط القصر، غادي يبولوا في سراولهم الان، مخير فيهم غيبولوا في سراولهم، ما عرفتش علاش؟ لانها معروفه، اي واحد فيهم تما كيعرف. والله يا يماه وشي واحد ويمشي يختل غير شي شويه في المراسيم ولا يدير شي خطا في المراسيم، الا حتى يدخلوا يماه يديروا ليه الفلقه. المخير فيهم هادو اللي دايرينهم كيوليو وزراء عليكم وكيتشطروا الجزائر من الجزائر للجزائر وبزاف على امكم الجزائر وتونس وموريتانيا وشعب الصحراء الغربيه بزاف عليكم وبزاف عليكم تيجان فوق ريوسكم. انا دائما كنقولها، فخور جدا بان لدي جار اسمه الجزائر، فخور جدا دائما كنقولها من هنا، فخور جدا بان لنا جار اسمه الجزائر بلاد الاحرار ماشي دوله ديال العبيد. شوف يماك كترضاو على راسكم، كترضاو على راسكم تشوفوا هاد المراسيم هادي وعايشين تبع حنا المغاربه بخير البنان باش دابا غنهضروا معكم غيقولوا لي باش نهضروا معكم. فالكثير من المغاربه الذين يعارضون الحكم العبودي لدى ملك الحشيش عندهم الكثير من المتتبعين المغاربة والذين ينتمون إلى نفس الحركة التحررية التي ينتمو إليها هؤلاء. فالشعب المغربي الأكثر منهم يريدون التحرر من هذه العبودية، لكن ملك مملكة الحشيش مسيطر على تلك الزريبة أو المملكة ليبقوا تحت السيطرة والعبودية والركوع والذل. لذا فسيأتي اليوم الذي يتحرر فيه الشعب المغربي، وستكون أو يكون هذا التحرر على يد الجيش الجزائري وشعبها، لأننا لا نريد حكما علويا شيعيا صوفيا على مغربنا، وثانيا لا نريد دولة صهيونية أيضا على ترابنا أو حدودنا الغربية. لذا فيجب على الجزائر إسقاط هذا النظام الفاسد الشيوعي الصهيوني والذي يحتقر الشعب المغربي احتقارا كبيرا. فتحيا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.